السلام عليكم. اليوم فيديو جديد ويوم سعيد ان شاء الله. اللي اول مره كيدخل القناه ديالنا، هذه قناه مشتركه بين اخواتين في طاوله الطبخ مع لطيفه وسعيده. اليوم غادي نديكم معايا نتقداو من واحد سوبر ميركادو سميتو ماكرو. هذا سوبر ميركادو كيبيع كلشي اونغو. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش دائما كنشيروها، اشتركوا في القناة وضغطوا على الزر الأحمر باش يوصلكم كل جديد. وديما الفطور ديالي في هذا الصيف كنبداه بكاس ديال الماء كندير فيه قطرات من عصير التفاح. هذا عصير التفاح كنشريه دائما من إيربولاريو، وواحد القهوة بوليت بروف نسبريسو كندير فيها معلقة ديال الام سي تي اويل وشوية ديال حليب الكوك. كندير صيام متقطع، اللي مهتم بالامر وبغى يعرف السيستم ديال النظام الغذائي ديالي قولها ليا، وما عليا غير نشرحه وتعم الافاده ان شاء الله. كندير صيام متقطع 16-8، يعني 16 ساعه و8 سوايع اكل، ماشي 8 سوايع كامله اكل، يعني في ديك 8 سوايع كننظم الاكل ديالي، جوج وجبات او ثلاثه الوجبات خفافين كيبداو بالفطور، فطور كيكون خفيف او لا فطور كبير مع أكلة رئيسية كتكون عبارة عن غداء أو عشاء. المهم هذا موضوع آخر. اليوم نخليكم غير مع الفيديو ديال ماكرو. إلا كنتم مهتمين بالأمر ديال الدايت والنظام الغذائي نقدر نديرو في فيديو آخر، علاش لا، على الرأس والعين. هذه هي الدخلة ديالو ديال ماكرو، راه تبارك الله سوبر ميركادو كبير بزاف، المساحة ديالو كبيرة. هذه لونطخي دائما كيديرو لي زوفر اللي عندهم ديال النهار اولا ديال الاسبوع، وكيديرو اكسبوزيسيون مثلا ديال الكوزينة اولا ديال ان تيم اللي كيكونوا هما باغيين يديرو فيه لوفر. راه فيه راه ما ساليناهش كامل الصراحه، لان شحال خصك باش خصك نهار كامل باش تساليه. فيه كل شيء الكترو دوميستيكو، فيه الاواني المطبخ، فيه الغسالات، فيه التلفزيونات، فيه يعني كل شيء كل شيء كل شيء خاص بالمنزل كاين تلقاه تما. هنا مشينا حنايا خصيصا لليمونطاسيون،
الجناح ديال القهوة تبارك الله راه تستريسا باش تختار واحد النوع ديال الكافي اللي تشربه. حاولت ما امكن انني كل حاجة كنشوفها مهمة ندير حتى الثمن ديالها باش الواحد يقارن ويعرف اللي في هاد ماكرو. هو ان باش تدخلوا خص دائما تكون عندكم واحد الترخيطة ديال سوسيو، يا اما تكون كوميرسيال ولا تكون عندك ريستوران ولا عندك، المهم كيكون عندك واحد الترخيطة بحال لي سي باسي باش يمكن لك تدخل بها وتخلص بها ابار الترخيطة دي او الفلوس اللي غادي تخلص انت. كما كتشوفوا راه كيبان بحال الهري كبير وهكذاك. وهاد الجهه ديال القهوه انا راني تلفت فيها الصراحه. هادو ديال دولسي غوستو كابسولاس، كاينين كومباتيبل وكاين اوريجينال. هو الا جيتي تدي كميه كبيره كيطيح رخيص، اما الا ديتي غير واحد الباكيتات وحده كتديها بالثمن عادي يعني. وبغيت نوريكم هاد النوتيلا الصراحه ضحكت فاش شفتها. 3 كيلو البيدو، واش غادي نقول لكم يدوز عام قنبله ديال السكر. المهم بين قوسين هذيك النوتيلا حطيتها باش تشوفوها وتضحكوا شويه. هادو بحال شيبس ولكن فيجيتال، والصراحه اثاروا لا كيوريوزيتي ديالي، لان فاش مشيت لي زانغغيديون ما لقيتش فيهم لي كومبوزون كي كنقولوا حنايا لي كومبوزون ديالهم نقيين. مثلا الدراري الصغار باش نشريو لهم بطاطا ولا داك شيبس ولا هادي، كنفضل انا هادي ديال الخضر، وزايدون معدلين بالزيت البلديه 100%، يعني ما فيهاش بزاف ديال الضرر بحال الى الدري صغير كلا البطاطا شيبس ولا كلا شي حاجه اخرى. هانتوما راه كنحاول ندير لكم البنات والدراري كاع اللي كيهموا الامر. بالنسبه اللي كان عند الواحد عنده شي مناسبه عائليه اولا فاميليا نوميروسا، يعني عنده الدراري بزاف، هاد الكميات الصراحه كطيح مزيانه والثمن حسن ما يشيل الواحد 200 غرام 100 غرام. انا كنفكر بان فكره حسن. وتبارك الله كان عندهم جميع الانواع ديال الفواكه الجافه، بزاف المسائل اللي ما يمكنلكش تلقاها في سونتر اخر، مثلا في الكامبو ولا ميركادونا ولا ليدل ولا ايبردينو ما تلقاهمش، لقاوهم هنايا لان كميات كبيره. هادو بينيونيه غاليين بزاف، كيديرو علين 50 أورو للكيلو. راح حاولت ما امكن انني ناخذ لكم صور هكا باش نشارك معكم التقضيه. ولاول مره كنلقى طحين اللوز كيلو، لان في لي زوتر سوبر ميركادو كتلقاي 200 غرام وكيديروا لها 3 اورو حتى 4 اورو بحال الا ما عرف شنو كتشري. وهنايا لقيت كيلو كيدير 14 اورو، ماشي رخيص بالنسبه ليا، ماشي رخيص، ولكن ضروري نديه لان كنصايب به بزاف ديال المسائل. تبارك الله راه الفواكه الجافه اللي بغيتو، الزبيب، البرقوق، المشماش، التمر، ها انتما هنا صورته لكم البرقوق، ها انتما هذا المشماش يابس، فيه لي كاليتي وفيه لي بري، حتى هما كيختلفوا يعني كل واحد على حساب المجهود ديالو. وفاش كتشري ديك ماكرو شيف، يعني الماركه المحليه ديال السونتر، كتكون ناقصه ثمن بالنسبه على اوتر كاليتي، مثلا كاساري كاردو ولا شي ماركه اخرى. هانتوما هادو مثلا زايدين ثمن على الاخرين، هما راه نفس لو برودوي. والزبيب حتى هو راه فيه الماغون، فيه الابيض، وفيه داك الصفر الذهبي، راه كيكونوا مختلفين الاثمنه. هاد ماكاداميا بالنسبه ليا احسن فاكهه جافه، غنيه بالدهنيات وبالزوميغا، والصراحه هي غاليه غاليه جدا. انا كنشري 200 غرام كطيح عليا بشي 50 درهم، لان صعيبه باش كتجي مستورده، يمكن انا كتجي مستورده من استادوس اونيدوس يمكن.
وهنا الجناح ديال الخضر تبارك الله على الاشكال والانواع كما كتشوفوا الفلاح حمراء حاره ما كنلقاوهاش دائما لقيتها تما. وهادو راه ماشي ورود ديال الغرس، هادو ورود ديال الاكل غير بين قوسين. وهادو الخيرمينادو كنقولوا لهم خيرمينادو، هادو غنيين 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 بلي فيتامين في الاكل في لي سالاد كيتباعوا عندنا غاليين. اول مره كنلقى هذا الخيار صغير، حنا ما كيكونش كاع عندنا في الكوس، كيكون لذيذ بزاف. وهذه واحد الفاكهه اكزوتيك سميتها بيتايا، زوينه حتى هي. كنحاول دائما نوريكم الاثمنه. وهذه باتشيتا، هادو فواكه كيكونوا في ايزلاس كاناريس معروفين بها لان سو سون دي فروي اكزوتيك مع البابايا بحال. والباذنجان قليل فين كنشوفوا هكا الكميه ديالو الحجم ديالو صغير هكا. وبلا ما نطول عليكم نخليكم مع الصور راه كتعبر على كل شيء. الفلافل جاهزة مشوية معدلة، ثومة منقية بالأحجام اللي تبغي، نص كيلو كيلو جوج كيلو تل ثلاثة كيلو. الجهه ديال الالبان تبارك الله راه ارامه تختار، كيسو فيتا، مزدان، الكيسو تشيز، بورغوس، يعني عطى الله ما يختار الواحد، غير يعرف الواحد شنو يشري، يكون عارف شنو باغي يشري. هادو الاجبان غيي يعني الصراحه كنشوفهم فكره رائعه الناس اللي كتستعمل الكراتيني، الناس اللي كتستعملوا بزاف علاش لا. الزبده بالنسبه اللي عنده الدراري بزاف هانتوما جوج كيلو كيلو ونص راه دوز لك الشهر وما ادراك. دابا البنات نتقاسم معكم شنو تقديت من ماكرو. هو في الحقيقه داك ماكرو داك سوبر مارشي كيبيع كلشي بالجمله ياك، دونك الا كنتي غادي خصك دير لائحه بلي برودوي ولي زاليمون اللي انت كتستهلك بزاف في مده الشهر. مثلا انا مشيت خاصه غير على لي فويسك الفواكه الجافه وعلى الاجبان. الاجبان لقينا غير 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو دونك للشهر كيبان لي بزاف ما خديتش. خديت الفواكه الجافه وانا غادي نشارك معكم الحويجات اللي شريت. ها نتوما خديت هذا ديال اللوز، كيلو ديال اللوز توستي ما فيه لا ملحه ولا والو، سينسال انياديدو، هذا ديال ماركه كاساريكاردو، جو كخوا كان كيدير 14 اورو 14 اورو للكيلو. خديت هذا طوسطي يعني ما احتاجش عاد نطوسطيه.
خديت القرقع، كيلو بالقرقع، هذه الماركه ديال ماكرو كيسميوها ماكرو شيف، حتى هي ماركه ممتازه. الا كتشوفوا القرقع هنايا بيض، ماشي داك الكحل، داك الكحل كيكون مر، هذا بيض زوين. القرقع لقيناه مزيان في الثمن 10 اورو، 10 اورو كيبان لي تري بيان. لا سكوليه ماشي كيلو، 800 غرام كيبان لي ثمن جد مناسب، بان 200 غرام كيديروا لها 2 اورو 98، 2 اورو 78، يعني الا ضربنا الحساب لقاو اكثر. ولقيت اخيرا اللوز، اللوز مطحون بيض، يعني محيده له القشره. بالنسبه لي انا كنستعمله في الدايت ديالي، دونك ما كنلقاهش بهذه الكميه، يعني كيلو خديته، هذا هو اللي كان غالي، حتى هو 14 اورو خديته. وديت الكوك، حتى هو كنستعملو بزاف، وفاش مشيت للمكونات ديالو لقيت ما دايرينش فيه السكر، يعني غير الكوك ملا حتى النشا بعض المرات باش كيبقاو الحبيبات مفرستين، دونك هذا ما فيه والو صحي، خديته انا كنستعملو بزاف. وخديت الكاوكاو، كاوكاو مليح، هذا مقلي ولكن كيبغيوه الزوج ديالي وبنتي كيحماقوا عليه، دونك الثمن جد مناسب، يمكن كان 3 اورو ولا 4 اورو، الله ما نكذب عليكم. خديت كيلو باش يدوم لنا مده طويله. والبيستاش، البيستاش هي حقا غالي بزاف، غالي 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 غالي. هذه 8 اورو 70 غير كيلو، هذا البيستاش مالح، النت ديال الماركه ماكرو شيف حتى هي. وخديت هذه الباكيه ديال سبيرات ديال الباستا، بانت لي ثمن مناسب، شي 78 ولا شي حاجه سات، خديناها. و بطبيعة الحال خديت كيلو ديال الموتزاريلا، انا كنستعمل بزاف الموتزاريلا في الخبز، في الهدف اللي سميتو الكراتيني كنستعملو بزاف. دونك شنو غادي ندير باش ما نخليش غير في الثلاجه الفوق، غادي نقسمو في الميكاس، في لي زي بلوك، ونكونجولي الاخر البولسيطات الاخرين، ونبقى نستعمل غير وحده وحده حيت سالالي نلقى الاخرى. دونك غادي نشوف واش سافو لابين بهذه الطريقه ولا لا. خديت الذره هذه ديال كساري كاردو، انا كنستعمل بنتي هذه، ما كنبغيش نشري ديك ديال الباكيه لان كيكون فيها بزاف ديال المكونات، دونك هذه كنديرها لا في الطويجينه مع مره بزبيده مره بزبيده بلديه ومليحه، وكتاكلها صحيه احسن. شديت هذا التميرات البنيته، وخديت الزبيب، دابا ندير به واحد، كنديرو في الكسكسو كنديرو بزاف في المسائل هذا الزبيب. طبيعة الحال الشوكولا هذا بستيفيا، ما لقيتش لاخر لاموس والو، ما لقيتوش حتى في ميركادونا ما لقيتوش، خديته من تما من ماكرو. وخديت هاد كبسوله كريموساس، نشوف كي دايرين، هادي سميتها الريوبا. خديت هاد لا مايونيز موسى، لان بعض المرات كيعجبني ناكل المايونيز مع مثلا مع الدجاج مع المشاوي، كيعجبني ناكلهم. وهذه الوحيده هاد ماركه موسى، الناس اللي كتبع الدايت ما فيها لا سكر ولا والو، غير معدله غير بالزيت البلديه والبيض، ما فيها حتى شي حاجه ضاره، حتى شي كونسيرفانتي لا والو، يعني مزيانه خديتها. وهذه ناطا جديده، هاد ديبيك انا ما عمرني جربتها، وليترو ناطا بارامونتار، غادي نجربها، عجبتني وبغيت نجربها جديده، يعني ماشي دائما لا ستوريانا غاليه. وهذا حمقني يا البنات، هذا الحجم كبير ديال البصله والثوم يابسه، وفيها اللي عجبني بزاف، شوفوا عندها هنايا هاد، بغيتي ديري غير قليل، بغيتي ديري بزاف، وهنايا خلاص ها نتوما، بغيتي تعمري شي طويصه ولا صغيره، لكن انا عجبني هكا الحجم كبير زوين. هذه غادي تدوم ليا بزاف، شي فيها 315 غرام. وبغيت نشارك معاكم من الليدل هاد البولسات، هاد البولسات الصراحه غزالين غزالين غزالين، عاد خديتهم وخديناهم اليوم في التقضيه، كيجيو جوج في كل باكيه، لان ما بغيناش نبقاو نستعملوا البلاستيك، نحافظوا على الميديو امبيينتي، الا جينا نوعاو كل اسره توعى وما نبقاوش نستعملوا البلاستيك، غادي نحافظوا على البيئه ديالنا. دونك غادي نستعمل هادو، نبقاو نديو هنا، ندير فاش نشريو الخضره، الفلفله، البطاطا، البصله، الفروته، كلها نديروها في هاد الميكات، ماشي ميكات، هاد الشبيكات. و
صحيين اكثر، لان كنرميو بزاف ديال البلاستيك، كل عائله كترمي مع شحال ديال البلاستيك، كل تسخيره كيعمر حاشاكم البورصه ديال الباسوره كتعمر بالبلاستيك وبالعلب وبهادي. وخديت هادو يعني 2 4 6 يعني 8 ديال البورصات، كانوا كيديروا لهم 60 سنت 6 دراهم كيجيو فيها جوج. بغيت نشاركهم معكم للافاده وتستافدوا حتى نتوما. بولساس ريوتيليسابلي بارا فروتا اي بردورا، هانتوما دايرين لها هذا اللون الاخضر سامبول ديال المحافظه على البيئه. فاش مشينا تغدينا في ايكيا هبطت لتحت لقيت هاد العيبات هادو عجبوني وشريتهم، هانتوما هادو دي بلاص غادي نحلهم معاكم الى هنشوف. هانتوما كيجيو دي سيليكون باش نشدو بهم، هانتوما هادو بحال حاجه صغيره قريعه، هادي خضيره حامض ولا شي حاجه نغطيو بيها، وهذا حجم شويه كبير. هانتوما زوينين، كانوا كيديروا 5 اورو. هانتوما دايرين لكم هنايا شنو ديروا فيهم، ها قربها لكم مثلا فاش كنقطعوا الخيار لا سلطه باش ما يتاوكسيداش نغلفوه بهذا، والحامض حتى هو وقريعه حتى هي. دونك شتوهم فكره هائله للكوزينه، خديتهم وخديت هذا الفران. غادي نشوف هذا شحال هذه وانا باغا ناخذه، ولكن ما كنتش مقتنعه، كنقول ما عرفوش غادي يساعدني باش نجبد الحوايج من الفران ولا لا، ولكن غادي نجرب الا لقيتو مزيان نزيد واحد اخر اليمنى باش فاش نجي نهز شي بلا من الفران ما نتحركش. كيبان عملي ما نعرفش، وزوينه السيليكون ديالهم غادي تشرب غادي تصبر. وهاد لي زورغينيزاتور ديال لي بلا، حيت انا مجرد الكوزينه ديالي اللي عندي تحت من لا فيترو، عندي الطباسيل واحد فوق واحد، دونك بغيت نبدل الديكور ونديرهم هكا واحد يجيو على هذا الشكل. دابا نوريها لكم فاش نشتفهم نوريه لكم، والا جاوني عمليين غادي نزيد منهم باش نعدل كاع المجر. ومن ماكرو خديت حتى هاد الزيت استغليتها، هادي اسيتي اوليفا فيرخين اكسترا ديال ماكرو شيف ديال الماركه ديالهم، ولكن لي فخويسك هاكي كندير لهم فاش كنشريهم دائما كندير ان ميكس وكنحطو هنايا بالنسبه مع الكوتي ديالنا ولا في الصباح ميديا مانيانا مع فريميجا الفرماج مقطع هكذا طريفات. تين تيمبي صحي ومغذي ومفيد، ما كاين هنا لا ملحه ولا والو غير الكاوكاو الوحيد، اما لي فخوي كاملين طوستي ما فيهمش كاع الملحه. وهو هذا الفيديو ديالنا جا على النهايه ديالو، نخليكم في امان الله، تهلاو ليا بالصحيحه وشكرا بزاف على المشاهده وعلى الاشتراك في القناه. ضغطوا على الزر باش دائما توصلوا بالجديد، دائما توصلوا بالجديد وبالفيديوهات اللي كنحطوا. ونخليكم في امان الله، مع السلامه.